حضرتك برضو متهم ان انت على طول كده جاي على الستات. جاي عليهم. ايوه اه دايس على الستات. وهم حته مايله. بعد الشر علينا. لا ده احنا مش حته مايله ابدا. حاجه صعبه. شوف يا منى هانم، اول نموذج قلته قدام هند ابو السعود اقسم بالله قلت بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون اضرب للبنت ضلع يطلع لها 24، اتضربت في ضلعك واتضربت في قلبك واتضربت في كبدك يا ضارب الانثى، لا ضرب للانثى، اضرب للبنت ضلع يتكسر لها 24 مش يطلع لها 24. ولنا نبي عليه السلام الرفقا بالقوارير وشبهها بالزجاج، من اين اتيتم بهذا العنف؟ هي الله يرحمها هند ابو السعود طلبت عبد النعيم شمروخ في التليفون وقلت تسجل للراجل ده النهارده. ابقى انا من اول هند ابو السعود سنه 82 بقول ما تضربوش الانثى وعاملوا الانثى احسن معامله، واتهم بان انا ديدي متحامل على الانثى. بقول لك اول لقاء سجلته السماء سبحان الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء بيني وبين هند ابو السعود. يقولون كنت بقدم فكره اسمها المثل الشعبي واثره في الفكر الديني. فالمثل الشعبي بيقول اكسر للبنت ضلع يطلع لها ايه؟ 24. 24. انا قلت يا اللي بتقول الكلام ده الله يكسر ضلعك وضلع امك.